والله هذا المشروع يعني جدا حلو وراقي، وخاصه في بغداد احنا نحتاج اماكن يعني ترفيهيه، نحتاج اماكن خضراء واسعه هواي، لان تعرف الجماعه ما خلوا مكان اذا ما قصوا الاشجار وهذه. فخطوه ايجابيه وكلش حلوه ان يسوون معسكر رشيد الى متنزهات وغابات وساحات خضراء. يا ريت يعني كل اماكن بغداد يعني حزام بغداد المحيط بها ان يسوونها اماكن خضراء. اكيد هو الخضار راح ينعكس على الجو العراقي، وكذلك ينطي فرصه للعائله العراقيه انها تتوجه لهيج اماكن. طبعا يعني المساحه الخضراء انه اكيد يكون افضل بهواي من الاماكن الصحراويه. بصراحه يعني هسه الاماكن الترفيهيه قليله، يعني مش عندنا احنا مثلا بغداد عندنا الزوراء عندنا الجزيره، اكيد الاماكن الترفيهيه راح يزيد العدد او يقلل الزخم على المناطق الثانيه. كذلك تزيد الفرص العائله العراقيه تتوجه لاكثر من المكان. مناطق بغداد صارت مزدحمه سكانيه، سيارات، تلوث البيئه، هاي يعني تنفس، رياضه تنفس. اعظم خطوه هاي، اعظم خطوه للشعب العراقي يعني خاصه اهل بغداد يعني. كل ما تكون مناطق الترفيه هي للشعب افضل من كل شيء يعني. شيء جيد وشيء ايجابي يعني، اذا تحول معسكر رشيد راح يصير اول شيء متنزهات، العالم ترفع عن نفسها، يقلل الزخم يعني هنا هم بغداد. حياكم الله. لعقدين من الزمن والواقع المأساوي يحيط بمعسكر الرشيد، عشوائيات في كل مكان، عصابات ومتسولين، جهة تحرق فيها النفايات وأخرى تنحر فيها الحيوانات النافقة، خاصرة سوداء نشأت التلوث في الأرجاء وغاب عنها الاهتمام بتعاقب الحكومات، إلى أن جاءت بشارة الخير، تحول في المصير من بؤرة تسكم الأنوف بالروائح الكريهة إلى متنفس بغابات وواحات خضراء، مرافق ترفيهية تمتد لمئات الأمتار. ولكن السؤال يبقى هنا، هل هذا مجرد كلام أم سيتحول إلى واقع حال؟ أم أن الإهمال سيضاف لسنوات العجاب في هذا المكان كواقع الحوادث المرورية خلال الزيارة الأربعينية؟ رادارات وأجهزة استشعار وأرقام تراجعت بحسب الجهات المعنية، لكن الأخبار المتداولة على الصفحات الافتراضية تؤشر عكس ذلك، فهل أخذت الصفحات الوهمية نصيبها من جهود المرور؟ هذا ما ستكشفه حلقة حصاد اليوم. ملفنا الأول في حصاد اليوم سيكون عن موافقة مجلس الوزراء على إحالة معسكر الرشيد إلى غابات وأماكن سياحية وترفيهية. رح نتناقش به مع ضيوفنا مدير عام علاقات وإعلام أمانة بغداد المهندس محمد الربيعي. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. كما ينضم إلينا عبر سكايب رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة المهندس خالد الجابري. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا ست، اهلا وسهلا، حياك الله، ميت هلا بك. ابدا معك استاذ محمد، بين قبل وبعد، ما الصوره السابقه لمعسكر الرشيد؟ الناس ملت من عنده لانه مكان للنفايات، للحيوانات النافقه، خلينا نقدر نسميه خاصره سوداء من وجه بغداد. مهم جدا هذا الموقع في تاريخ بغداد، في ماضيها وحاضرها وان شاء الله في مستقبلها. معسكر الرشيد هو على مدى العقدين الماضيين من الزمن هو معسكر يعتبر من الضفة اليمين من الدخول الكرادة إلى الزعفرانية، حي ستة كانون كان يسمى، حي سكني ولكن حي عسكري. طيب. ومن الضفة اليسرى أيضا
هذا الحي إلى جزئين، إلى ضفاف النهر دجلة ومن ثم يمتد إلى حد الرستمية. بعد كان يستخدم دائما وسابقا في العقود السابقة قبل 2003 ومعسكر للجيش العراقي ومستشفى عسكري كبير. بعد 2003 ترك هذا المكان وأهمل وأصبحت مقسم كالآتي: قسم للمكب للنفايات أو محطة تحويلية للنفايات بلدية الكرادة وبلدية بغداد الجديدة والبلديات الأخرى الدور الرشيد كلها ترمي هناك نفاياتها، وأيضا للغجر للسكان الرحل سكنوا هذه المنطقة وأصبحت مافياتها معروفة بعد 2006 و7 أيام الطائفية. بعدين تحول إلى جزء من عنده إلى الجيش العراقي استخدمه واستخدمت القوات الأمنية كمكان وموقع عسكري، ومن ثم أصبح في مثل ما يسمى بالحواسم آنذاك. ما استفادت من عنده بغداد؟ كانت في الدورات السابقة للحكومات السابقة يتكلمون عن 240 ألف وحدة سكنية في معسكر رشيد، وهكذا كان تذهب هيئة الاستثمار الوطنية أن يكون مجمع سكني كبير في بغداد. ده شنو اللي وقف؟ جيد، بعد الدورة الحالية والحكومة الحالية بعد الرؤية وبرنامج الحكومي لحكومة رئيس مجلس الوزراء المحترم المهندس حمد الشاع السوداني، أصر أنه هذه المنطقة ما تصير قضية سكانية وتصير بها 240 ألف وحدة سكنية. ليش؟ لأن كان مفتاح الخدمات في بغداد هو فك الاختناقات المرورية. فإذا أنا أفتح رؤية الحكومة، إذا أنا أفتح الاختناقات وأجيب 240 ألف وحدة سكنية ما سوينا شيء، راح يبقى اختناق مروري، ولكن ستذهب هذه الوحدة السكنية إلى خارج حدود البلدية أو خارج حدود العاصمة. ولهذا انتقلنا إلى مدينة الصدر ورجعنا برنامج برودواي 10 في 10 سابقا، وسمي بمدينة الصدر الجديدة اللي هي بين المعامل وكذا، فتحول هذا السكن إلى مدينة الصدر لتشمل كل الفقراء والطبقة الوسطى والفقيرة اللي بالمرحلة القادمة. فكانت الفكرة أنه إحنا من نجي نحسب مساحات الخضراء في بغداد نلقى عندنا كثير من التجاوز على المساحات الخضراء، ودائما الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، الأخ خالد اللي موجود زميلنا وعزيزنا، كل الناقدين البنائين اللي يعتبرهم النقد البناء دائما يتكلمون انه ليش تعطون مساحات كثيره في بغداد وبغداد تفقد مساحاتها الخضراء، كيف نعوض هذا الرصيد؟ هسه حتى المشاريع الجديده خلت المناطق الخضراء مال الجسور قضت عليها كلها. لا، قضت على اشجار، مو كلها اشجار، اكو فرق. هذه الاشجار مو مساحه خضراء يا ست فرح، اكو فرق بين الاشجار واكو فرق، احكي على المساحات الكبيره. احنا مثلا المولات، المجمعات التجارية أخذت مساحات كبيرة، قطع البساتين والمزارع اللي قطعتها العصابات وراحت هذه الفترة، هذه اللي تحولت إلى منطقة الزعفرانية، الدورة الغزالية، الشعب، هذه أقصد بها المساحات الكبيرة. فكيف نعوض كذا دونم من المساحات الخضراء؟ بس معسكر الرشيد إيش رح يصير؟ معسكر الرشيد صارت فكرة الحكومة ورؤيتها ورؤية أمانة بغداد أن ينتقل ويصبح مدينة غابات خضراء، ساحات خضراء بالكامل، ويتحول إلى مناطق خضراء ترفيهية زائد نشاطات سياحية، ألعاب ثقافية، كل ما يتعلق بالمدينة الترفيهية، أو مثل ما نقول إحنا انتقلنا من زوراء بالكرخ عمرها أكثر من 50 سنة و500 دونم إلى زوراء جديدة بالرصافة تسمى بغابات بغداد ب5000 دونم، 10 أضعاف الزوراء. المواطن يسأل هذا حكي للاستهلاك الإعلامي؟ حلو، وهذا واقع حال. من حق المواطن أن يسأل هذا السؤال، ولكن المواطن اليوم في استطلاعات الرأي اللي تعدها الجهات المحايدة وجدت أنه للمواطن أكو صارت ثقة بينه وبين ما دا يشوف بعض من الإنجازات اللي دا تنجز. من قلنا قبل سنة ونص سنطلع ب18 مشروع لفك الاختناقات المرورية من جسور وأنفاق ومجسرات، الآن إحنا أنجزنا. حكومة الحكومة الحالية حكومة إنجاز، من قلنا راح نكسي 1,000,000 متر طول، بدينا وصلنا للرقم 1,000,000 متر إكساء، وعدنا هسا نواعدكم نكسي 58 محلة في بغداد، 58 محلة كرخ ورصافة راح نكسي، وده نكسي وصلنا إلى 14 محلة تمت إنجازاتها. من فالمواطن حقه من يسأل، ولكن بنفس الوقت احنا دا نعلم ودا نتواصل وياكم. إذن اكو شغل على واقع. لا بالضبط، فواقع مدينة الزعفرانية او غابات بغداد
ليش اطلقها اول امس مجلس الوزراء؟ هنا النقطه الاساسيه. ليه؟ احنا صار لنا سنه نتكلم على الموضوع. صحيح. بس انطلقت البارحه او البارحه. السبب انه هناك اكو سندات واصول عقاريه لا تملكها امانه بغداد، كيف تستثمرها؟ فعلينا هاي المن تابعه الاصول تابعه لجهات مختلفه، وحده عقارات الدوله، وزاره الدفاع تملك 70%، المؤسسات الأمنية مثل جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني، زائد أنه أكو جهات قطاعية أخرى تملك هذه المناطق مثل مستشفى الرشيد العسكري إذا تذكرين، يعني وزارة الصحة. عزلنا وزارة الصحة من 450 دونم، الحكومة عزلت هذا فبقت بس 5000، هي 5450 دونم، فمن خارج وزارة الصحة الباقي كلهن استملكتها أمانة بغداد. فأول أمس الإعلان كان من مجلس الوزراء، يعني بعد ما تمت المعاملة كلها صار الطابو والتسجيل العقاري، بعد ما راح يقول يا ما لكم حق تشتغلون في أرض مو أرضكم، لكم الحق قانونيا، فإن الحق قانونيا وفق القرار. نعم. وتحول هذا الحق القانوني إلى فرصة. سيد فرح المشاهد يعرف هذه فرصة استثمارية، يعني أمانة بغداد مو تدفع من ميزانيتها مبالغ، هذه فرصة استثمارية. شلون؟ من راح يستثمر بها؟ أعطيت الفرصة الاستثمارية أوردي إلى مستثمرين كانوا منافسين على الفرصة الاستثمارية من قلتش قبل سنة، فنعمل بتوازي لأن ما تخلص المعاملة. هذه معلومات جدا مهمة حضرتك تتفضل بها يعني. فإحنا حتى نشتغل بتوازي نكسب وقت، ويمكن أكثر مرات أنا حكيت ويا الإعلام ويقولكم إحنا نحتاج فقط الوقت، عندنا الإرادة، عندنا الحكومة، عندنا فلوس، عندنا الأرض، بس ما عندنا الوقت. فكسبنا الوقت، عرضنا الفرصة الاستثمارية، الآن المستثمر يضع حجر الأساس مع إطلاق يعني شغل بتوقيت متزامن بالضبط والعمل جاري. أرحب بحضرتك من جديد وأسألك، راح تنجح الحكومة، راح تعيد للعاصمة بريقها مثل مشروع معسكر رشيد، أم سيصطدم ببعض العوائق ربما؟ شكرا جزيلا حضرتك وعلى السؤال. الحقيقة الحكومة إذا عرض عليها دليل فإن مشاريع مكتب التناقات بقيادة وزارة الإعمار والإسكان اليوم حققت، وبعض الجسور أصلاً انفتحت قبل موعدها المقررة، وهذا يدل على وجود خطة محكمة وإدارة حريصة وصارمة بالموضوع لغرض الحصول على التوقيتات اللازمة. طيب. ومعظم الجسور اللي انفتحت لحد الآن شفناها وكملت في أكثر من رائع، من إذا أخذنا في نظر الاعتبار الوقت ووقت الإنجاز لهذه الأعمال وبعض التصاميم، حيث كانت بعض التصاميم من الناحية الهندسية معقدة بعض الشيء، لأنه جزء ساعدنا من الجسور أصلاً مثلاً جسر غزة وجسر الجاذبية اللي نستخدم به تقنيات، اليوم وزارة الإعمار والإسكان تستخدم تقنيات جديدة، حتى كانت بعض التصاميم أول مرة تستخدم بالعراق، بعض التصاميم كانت معقدة نوعا ما. فإذا نريد نحكي من ناحية الإنجاز الحكومي، له واضح الإنجاز الحكومي وما يحتاج إحنا نبرره، دعم هو واضح للعيان والناس لامسته. طيب أنا أسألك، هل راح تكون أكو تنمية مستدامة بهذه المشاريع؟ بس حضرتك متخصص بهذا الموضوع. هذا السؤال حقيقة إحنا يعني اليوم السقف الأخضر اللي هو شنو السقف الأخضر؟ خلينا نفهم بعدين نطلع القانون. السقف الأخضر هو عدد الأشجار، ركز على كلمة الأشجار، الغير مثمرة الظلية اللي هي يجب أن تكون بارتفاعات لا تقل عن 5 متر، يجب أن تكون منتشرة في 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 بغداد. ما تدل الأسفل. السقف الظلي في بغداد تقريبا في العراق بشكل عام في 1.9. في بغداد كلش قليل. حتى نقرب للمشاهد شنو السقف الظلي وشنو هاي الارقام. تركيا السقف الظلي مالتها هو 28%. لبنان السقف الظلي مالتها تقريبا 18%. بغداد 1.9. اي انه احنا ممكن نمشي ببغداد ما نلقى اشجار. مو موجوده هاي الاشجار. هذا قد ياثر على المناخ استاذ خالد. نعم. ايش قد راح ياثر على المناخ؟ يعني هسه انت حضرتك تقول 1.9، يعني عندنا تصحر استاذ. بالطبع. هذا يولد لي ارتفاع بدرجات الحراره، يولد لي ظاهره اسمها الجزر الحراريه. الجزر الحراريه هي ارتفاع
ارتفاع درجه حراره المدينه من 3 الى 5 درجات مئويه بسبب عدم وجود الترطيب داخل المدينه. فهنا شنو نتاجه؟ نتاج الطلب المتزايد على استهلاك الطاقه. فاليوم احنا حسب احصائيات وزاره التخطيط انه بغداد تستهلك اكثر من 50% من اجمالي الطاقه المنتجه بالعراق. العراق اليوم حسب احصائيات وزاره الكهرباء ينتج 27,000 ميجا وات، يعني بغداد لوحدها تستخدم نصف هذا الانتاج. السبب طبعا عندي ضياعات من الاصدار والتوزيع اكيد موجوده، ولكن الجزء الباقي اللي هو استهلاك. السبب انه نحتاج طاقات تبريديه عليا. زين ليش نحتاج طاقه تبريديه عاليه؟ هسه اوكي سقف ظلي واضح صارت مو موجوده، اشجار داخل الشوارع مو موجود، ظل داخل الشوارع وظل وظلال مو موجود. شنو السبب الاخر؟ السبب الاخر انه احنا وقعنا سنه 2021 العراق وقع وصادق عليه مجلس النواب اتفاقيه باريس للمناخ، وهذه الاتفاقيه ألزمت العراق بان تكون تصاميم المباني مالته يسموها التصاميم الفعاله. وسوينا ونادينا بالاعلام ونادينا ب اكثر من مكان انه امانه بغداد من تطبيق جازه لازم تطبق عليها هذه المعايير. يعني شنو تصاميم فعاله استاذ خالد؟ بها مساحات خضراء. بها مساحات خضراء. بها مساحات نسبه مساحاتها 16% خضراء. زين. لكل منطقه. امانه بغداد انطتكم هذا الموضوع لو لا؟ اكيد في هي تعطينا لا. تسمعني استاذ خالد؟ اسمعك. تصاميم الفعاله التزمت بها امانه بغداد لو لا؟ لا ما اليوم احنا نشوف يعني ما يحتاج انه عندنا حسب احصائيات وزاره التخطيط عندنا 32,800 اجازه تم اطلاقها سنه 22 في بغداد لوحدها. هذا موجود، هذا الموضوع موجود. كم اجازه؟ يعني لو الزم امانه بغداد بس اذا ممكن كم اجازه؟ كم اجازه انطت استاذ خالد؟ كم اجازه؟ نعم كم اجازه انطت امانه بغداد حسب معلوماتك؟ 32,800 حسب احصائيات وزاره التخطيط. اي 32,800 اوكي. شنو 32؟ اجازه. وين شنو الرقم؟ استاذ محمد يسائل، استاذ محمد يسائل بس دقيقه تفضل، يعني تفضل يتحدث بهذه النقطه. اي انطت امانه بغداد دون انه تنطي بالمشاريع مساحات خضراء. بس الرقم مو طبيعي. 32,000 شنو؟ و800 اجازه من امانه بغداد. وينك استاذ خالد؟ استاذ محمد يقول وينك هيك حكي؟ رقم 32,000 هاي احصائيه وزاره التخطيط موجوده عندي، اذا يحب استاذ محمد ازوده. استاذ خالد 32,000 اجازه بناء لو 32,000 شنو؟ اجازه بناء واضافه بناء، ليس فقط اجازه بناء. خلال كم سنه؟ نعم خلال كم سنه هذا الرقم؟ هذا الرقم خلال 22. هذا 22 سنة ممكن؟ لا ماكو شي رقم. 2022 لو 22 لا هسه لو بالسنة ننطي 100 إجازة بناء، لو ننطي 1000 هم طلعت معك. استاذ خالد هذا تتحدث عن 2022 لو عن 22 عام. لا هذا 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 الإحصائية لحد سنة 2022. الحد هذا منطقي. 2012 أي هذا المنطقي مو الرقم شوية تيهنا أستاذ. الرقم صحيح. زين. مال 10 سنوات. لحد سنة عفوا الصوت واضح. هو من سنة 2022 هذا واضح. لا عفوا لسنة 2022 من بداية 2012. تمام هذا الرقم مضبوط. هسه 10 سنوات رح نرجع. حب استاذ محمد امانة بغداد تتحمل مسؤولية التصحر. بداية حديثي ماكو تصحر. شلون ماكو تصحر؟ هذا التصحر ده تقولي انت كلمة تصحر استاذ محمد عفوا، وهذا تقرير ده تقولي انت هذا التصحر. حاضر استاذ خالد وصلت الفكرة. هذا التصحر هو ليس تصحر لمؤسسة واحدة، هذا التصحر من سنوات كثيرة. أيوة. ليس فقط من بدينا نشتغل احنا البارحه نسوي جسور وشلنا لنا 13 شجره. هو اكو تصحر لو ماكو؟ لان انت قلت لي ماكو. مو هو هذا التصحر. أيوة. هذا اسباب قديمه. اي بس اكو تصحر، خلينا نتفق. أيوة. على نقطه. بس هو مو تتحملها مؤسسه واحده. اي ما تتحملها بس احنا واقع وطني. حال واقع حال عندنا تصحر. عفوا عندي مداخله هنا اذا تسمحوا لي. اي تفضل. التصحر هو اساسا هو انه اختفاء حزام الاخضر لمدينه بغداد. اي منو يتحمل استاذ خالد قابل امانه بغداد وحدها تتحمل؟ لا الجميع يتحملها، مؤسسات الاراضي والاجازات البناء واجازات مجاز شارع الانشاء الاستثماري عفوا هي مسؤوليه امانه بغداد في داخل إذن بغداد. اذا انت هسه انت تقول حسب قانون 56 لسنه 1971. طيب اذا انت تقول امانه بغداد تتحمل مسؤوليه هذا التصحر، احكي لي اياها واضحه يا استاذ خالد. طبعا اذا اي عمليه بناء وانشاء بتغيير جنس الارض
من من زراعي مثلا الى جنس اخر هي الجهه اللي مسؤوله على الاجازه. تمام. سواء كانت مفردات داخل التصميم الاساس او محافظة بغداد خارج التصميم الاساس. إذا أستاذ محمد أنتم تتحملون المسؤول على الإجازة. نحكي إحنا في بغداد إحنا نعرف. طيب بس نطيح حق الرد. أنا غلطان أتصلح معلومات. أي هسه حق نطيح حق الرد. داخل بغداد هي الجهة أمانة بغداد. تمام. داخل بغداد وضمن التصميم الأساسي. تمام. هي أمانة بغداد مسؤولة على إطلاق الإجازة. طيب وبحث الفكرة بس يوضح فكرته. بس يوضح فكرته. إذا أنتم متهمون بتصحر بغداد. قالها الأستاذ طقطق وبشكل واضح. أبلس أنا ما أمشي ورا التهمة مالته. هو ما اتهمك ولا يقول لك إذا معلوماتي غلط. تقولين انتم متهمين وش قال؟ قال اذا معلوماتي غلط صحح لي. انا راح اتكلم لك عن التصحر بصوره عامه. المؤسسات المعنيه امانه بغداد، وزاره البلديات، دوائر البيئه، زائد الاسكان، زائد هيئات الاستثمار، بصوره عامه احنا بدنا نتكلم عن الماضي. الماضي 20 سنه انه احنا كنا ننتظر ان نكمل مشروع الحزام الاخضر. امانه بغداد اليوم اشتغلت على من بدنا نتكلم على مشروع الغابات، بدنا نتكلم عن تحويله. من بدايه حديثي قلت لك احنا عندنا فقد للمساحات الخضراء، واحنا فقدنا كثير من المساحات الخضراء، لازم نعوض هذا الرصيد. هو قال امانه بغداد تتحمل المسؤوليه، انتم شنو ردكم على هذا؟ هسه انا بدي اكمل. استاذ محمد كيف فقدنا المساحات الخضراء؟ حتى نعوض. اي استاذ خالد وصلت الفكره. حتى نعوض المساحات الخضراء لازم انه احنا نخلق بيئه خضراء ومساحات. وضحت استاذ، وضحت الله يخليك. وين راحت؟ وين راحت المساحه؟ احنا ليش نفقد وبعدين نعوض؟ احنا طبعا اكو صار عندك النخيل والاشجار والمناطق الزراعيه في الشعب، في الغزاليه، في الدوره، في الزعفرانيه، هذه المساحات كلها تجاوزت عليها جهات امانه بغداد، مو ملكها. هذا مو ملك أمانة بغداد، هذا ملك كان لوزارة الزراعة، لوزارة التربية، للقطاع الخاص، للجهات القطاعية الأخرى. إذا صار تجاوزات فصار تجاوزات بسبب أزمة سكن، وهذه الأزمة السكن اللي صارت مو فقط بسنة وسنتين. وشون يا ما راح تحلوها لما أنت تقول لي في معسكر الرشيد أكو غجر وأكو حواسم وأكو عوائل وأكو هذا غير موضوع. وأكو متسولين. ايه؟ أنتوا اليوم من تردون تهجرهم حتى تسوون هذا من الغابة. هجر؟ لا لا لا. أولا إحنا بدينا شلنا كل المتجاوزين من معسكر الرشيد، بقوا 2400. طيب. 2400 جهة كانت أولا إحنا رفعنا كل الأنقاض اللي موجودة. طيب. بلدية الكرادة رفعت كل مخلفات البيئية القديمة بمساحة 120 ألف متر مكعب أنقاض رفعناها. إذا تصعدين الآن بالجسر مال محمد القاسم باتجاه بغداد الجديدة. طيب. على إيدك اليمين كانت أتلال من النفايات. أي. عمرها 20 سنة، هذه كلها رفعناها. لحتى الناس الموجودة وين راحت؟ حتى هم متجاوزين دول. هم متجاوزين وين راحوا؟ لا إحنا هسه رفعنا الأنقاض. المتجاوز اللي هم 2400 شخص اللي يعادلون تقريبا 240 بيت، اكيد احنا راح نلقى لهم البديل. لحد الان هم موجودين، لكن احنا من راح نبدي بمعسكر رشيد على المستثمرين اللي وقعوا هذا الاستثمار وامانه بغداد تجد فرصه البديل لهم. من نقول نبني خارج الحدود البلديه، نبني مدينه الصدر اللي هي 60 الف وحده سكنيه في المرحله الاولى، انا راح اوزع للفقير، راح اوزع للمحتاج. اما المتجاوزين اللي موجودين بالمساحات الخضراء اللي هم عدلهم قانون 320 اللي صدر من مجلس الوزراء صار له سنة، إعطاء الأراضي الحكومية لمالكيها أو لشاغليها من خلال أمانة بغداد، فهذا راح هذا قانون تنظيمي للمساحات اللي هي تجاوزت عليها عدد كبير. 1500 هذه حلول. 1500 طبعا هذه حلول. هذه حلول. الحكومة تدور على حلول. فاحنا راح نفذها. لكن احنا حتى نوقف استنزاف الأراضي الخضراء، أمانة بغداد من راح تنطي إجازة راح تشرط أنه تكون بمساحة خضراء لهذه الإجازة حتى إحنا. أنت تسأليني لو أنا أجاوب على هذا الموضوع. لا أنا أسألك وأنت. هذا الموضوع عندنا تصاميم. ممكن مداخلة هنا. كل بس تصميم. صغيرة. كل تصميم. بس يكمل فكرته ولك حق الرد. أي. كل تصميم يعطى من أمانة بغداد يعطى من عنده لازم أول شيء مواقف سيارات ومساحات خضراء بنسبة 40% من المساحة للمجمعات السكنية، للمولات، للمشاريع. واليوم ماكو مصادقة على ماستر بلان تصادق عليه أمانة بغداد إذا ما تعطيت نسبة 40% من المساحات خضراء، وهذه كل الجهات اللي هسه أخذت هي وضحت مساحات خضراء. إذا أستاذ خالد أستاذ محمد وضح لك الفكرة من الألف للياء.
اي نعم هو واجب امانه بغداد وهو هو على مسؤوليه التصميم الاساس في المدينه. من ده يقول التصميم الاساس في حدود مدينه بغداد؟ نعم في حدود مدينه بغداد. اقصد اي تفضل المساحات الخضراء راحت طبعا مو وايد احكي خلال هالسنه لو العام. احنا ده نحكي من توقف التصميم الاساسي اللي هو من سنه 1990 لانه كانت سنه الهدف بالتصميم الاساسي الماضي هو سنه 1990. جيد. فانت يوم ما عندنا اي نمو او تنميه داخل مساحات من 1990 لليوم. فاحنا من ده نحكي في امانه بغداد احنا ما نقصد العام لو السنه لو اول عام لو قبل خمس سنين. لا احنا ده نحكي على حقبه كامله. ولكن احنا نحتاج علاجات سريعه. زين احنا نبقى بهاي الحقبه القديمه لو نعدل؟ لازم نعدل. بس يكمل فكرته وهذا السؤال راح يجاوبك عليه. اي تفضل استاذ خالد. انا اليوم من جاي اريد انطي اجازه بناء، انا اشد على يعني احث امانه بغداد انه تختار المكاتب الاستشاريه الحقيقيه اللي عندها على الاقل عندها امكانيه حتى لو على مستوى البيت الصغير، لانه يعرف استاذ محمد انجاز بيت صغير هو اعقد اكثر تعقيدا من انجاز بيت كبير، لانه المساحه هنا الخضراء والاضاءه والضمان لازم تتحقق بحذافيرها واكو خلل بالمساحه اللي هي صغر. فهنا عمليا لازم نحتاج ناس محترفين، هاي رقم واحد. رقم اثنين لازم يصير اكو اختبار حقيقي للشركات العامله، بمعنى انه هذه الشركات العامله مو اي شركه انا اجي اليوم اخليها تشتغل وتنمو. وطبعا وزاره الاعمار والاسكان تقود هذا الموضوع باعاده تاهيل هاي الجزئيه. هنا السؤال، احنا اليوم عندنا زخم العمل كلش كبير، يحتاج انه من يكون اكو نصيحه من جهه مراقب من صاحب اختصاص يجب ان تؤخذ. استاذ خالد، استاذ خالد بغداد احنا نعاني من بلي. بس استاذ خالد لو سمحت لي بستين الظهر. اي بس انت هواي ركزت على موضوع الاستشاري والشركات الرصينه. لازم. يعني هو لازم، انا ارد اسالك، اكو الان استشاريين مو كفؤين، اكو شركات مو رصينه، عندك هيك معلومه لو بدك تتحدث على ضروره الحث على هذه النقطه حتى لا نوقع بالخطا؟ نعم، احنا بدنا نتحدث على ضروره وجود مكاتب استشاريه رصينه. طيب. يعني بمعنى انه احنا مرات ست العزيز احنا بدنا نطبق القانون بشكل لا ننسى روح القانون. احنا اليوم من القانون ده يقول لازم مكتب استشاري والخريطه تجي المخطط، عفوا الخريطه الجغرافيه، المخطط المعماري او الانشائي يجي للمكتب الاستشاري. انا اجيب اي مكتب استشاري بدون اي معايير مرات، او انا اصلا ما واضع معايير في مؤسستي في دائرتي ما واضع معايير. نعم. على من يتكلم؟ تقوم بعمليه النمو التنموي المفروض. انا مجرد انا القانون قال مكتب استشاري خلاص اكتفي باي مكتب. اوكي هو سؤال على من يتكلم؟ ما اجيب. يقول لك لن نطبق القانون، خلي نروح القانون، خلي شويه نكون اكثر متحضرين. لا اعرف متحضر. اعرف بس هسه خليه يوضح. أمانة بغداد هسه حاليا عندها مكاتب استشارية معتمدة لو لا؟ أنا قاعد هنا أتكلم عن أمانة بغداد. زين. وعن مكتب عن المكاتب الاستشارية حتى عن وزارة الإسكان والإعمار. تقول حتى وزارة بغداد الإعمار. احنا كلنا عندنا مكاتب استشارية. المكاتب الاستشارية، هل أنت راضي أو كيف تقيم المكاتب الاستشارية لأمانة بغداد وباختصار؟ اللي بدها تتعامل مع أمانة بغداد. ومع هنا ستي العزيزة أستاذ محمد، احنا كمؤسسة تقدمنا طلب للحكومه والحكومه مشكوره قبلت على اعداد معيار لتقييم المكاتب الاستشاريه. جيد. وجزء من هذا المعيار بامانه بغداد. جيد. احنا اقترحنا ان تكون امانه بغداد جزء من هاي اللجنه. حلو. لجنه عليا تشكل في وشكلت. طيب. في وزاره التخطيط. طلعت الفكره استاذ خالد. وامانه بغداد بالمناسبه جزء من عندنا. جزء من عندنا. لانه احنا دا نحس وواضح واحنا بس طباعين في مدينه بغداد. تلقين انه اكو فوضى بعمليه المعايير. اي اكو فوضى بالمعايير. فلازم تكون معايير حقيقيه. وضحت الفكره. وانا ما احكي شيء انتقادي. بالعكس احنا توجيهي. يعني كل نعم. الكل متوافق على هاي الفكره. وضحت الفكره. وبعدين صار اكو قبول بيها وصار اكو لجنه لاعداد هذا الحل. استاذ خالد ان شاء الله كل انتقاد ماكو، هي مجرد تبادل لوجهات النظر. استاذ محمد ب 30 ثانيه شنو تعقيبك على ما تفضل به استاذ خالد؟ ومعسكر الرشيد راح نشوفه حقيقه لو راح يبقى حلم؟ لا تشوفيه حقيقه. معسكر الرشيد الحال انا قريت سبتايتل من عندي على لساني وتاكدوا معسكر الرشيد الحال فرصه استثماريه لشركات رصينه، تحالف شركات ثلاثه عراقيه وكردي وتركي، تركيا أذربيجاني بهذا الجنسية. التفاصيل اللي قدمتها هذه الشركة الاستثمارية
ماستر بلان كامل قدموه لأمانة بغداد عن طريق رئيس مجلس الوزراء وتقدم إلى دائرة التصاميم. عندك معلومة حصرية تضيف البرنامج حصاد اليوم أخذها من لسان حضرتك؟ معسكر الرشيد معسكر واعد لمساحات خضراء 5000 دونم. هذه المعلومة الآن يضع حجر الأساس دولة الرئيس في الأيام القريبة القادمة بعد الزيارة الأربعينية. يا الله شكرا جزيلا. هذا ما يتعلق. أما المكاتب الاستشارية فأكيد إحنا نعتمد على مكاتب استشارية وفق معايير جديدة وضعت من وزارة التخطيط تقوم بها دائرتنا دائرة التصاميم. حياك الله وشكرا جزيلا مدير عام علاقات وإعلام أمانة بغداد المهندس محمد الربيعي. حياك الله شكرا على كل ما تفضلت به. رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة الأستاذ خالد الجابري. حياك الله شكرا جزيلا كنت معنا عبر سكايب. الآن ملفنا الثاني راح يكون عن نسبة الحوادث المرورية خلال الزيارة الأربعينية. راح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. خلال 48 ساعة سجلت عدد من المحافظات سلسلة من الحوادث المرورية التي تسببت بإصابة أكثر من 80 زائرا إيرانيا. يأتي ذلك في وقت يزداد فيه تدفق الزوار إلى كربلاء المقدسة، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتوفير الدعم اللازم للزوار لضمان سلامتهم. العراق يسجل نسبة عالية من الحوادث المرورية يعني على طول السنة، وكذلك خصوصا بفترات الزيارات الدينية لأنه تكون بها الشوارع اكتظاظا بشكل أكبر. طبعا احنا في غياب وجود علامات مرورية كافية، في غياب وجود إرشادات وتوعية، طبعا مشكلة هذا الموضوع، في غياب وجود وعي عند المواطنين، يعني مو كل المواطنين عندهم وعي بالسرعة المحددة. احنا السرعة اكو سرعات نظام أنظمة عالمية تعتمد على نظام سرعة محددة ومعينة لسائقي المركبات. احنا هنا بالعراق نلاحظ انه عدم التزام السائقين بهذه السرعة المحددة. جملة من الإجراءات تتخذها مديرية المرور العامة للحد من الحوادث خلال الزيارة الأربعينية بالاستنفار التام ونشر الدوريات والمفارس في جميع طرق سير الزائرين، إضافة التأكيد على عمل الرادارات الذكية التي جرى نصبها على الطرق الخارجية والطرق السريعة، فضلا عن محاسبة مركبات الزائرين الأجانب المخالفين للأنظمة المرورية. الأنظمة المرورية للحفاظ على حياة الناس إذا كانوا أجانب وإذا كانوا عراقيين، وأيضا أحث المواطنين والسواق أيضا أن يلتزمون بهذه التعليمات من أجل سلامتهم. أما إذا كانت أكو غرامات فالغرامات على الأجنبي أو على العراقي سواسية من أجل الحفاظ على حياة الناس. التزام بالسرعة حسب ما توجيهات المرور الذين يعني نصبوا رادارات وإرشادات توعوية للسائقين، نرجو منهم الالتزام لعدم حصول الحوادث والخسائر بالزائرين. مع تكرار حوادث السير سنويا في الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء المقدسة، الحكومة العراقية توجه بتسخير جميع الإمكانيات لمنع تلك الحوادث والحفاظ على حياة الزائرين خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. حوار ملفنا الثاني راح يكون مع مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العام العقيد حيدر شاكر. حياك الله سيادة العقيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أرحب كل الترحيب بالخبير في الطرق والجسور الأستاذ عدنان مظلوم. حياك الله أستاذ عدنان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيادة العقيد، نسبة الحوادث المسجلة منذ بدء خطة الأربعينية حيز التنفيذ، هسه أكو تضارب بين وسائل الإعلام ما بين أن هنالك عدد وفيات كبير جراء حوادث السير، وبين جهة أخرى تنفي وهو العميد مقداد ميري. لا إحنا يعني الحوادث المرورية بشكل عام دائما ندرجها موجودة دائما في أغلب شوارعنا، شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات، لكن أسباب هذه الحوادث دائما تكون عندنا مثلث الحوادث المرورية اللي هو السائق المركبة، وكذلك عندنا الطريق والمركبة نفسها. نسبة 80% يقع على سائق المركبة بارتكابه للحوادث المرورية بشكل عام. طيب. عدم التزامه بالتعليمات المرورية، وفي بعض الأحيان السرعات العالية واستخدام الهاتف النقال، كل هذه المخالفات المرورية اللي تؤدي إلى ارتكاب الحوادث المرورية.
في شوارعنا. مديرية المرور العامة دائرة خدمية ترصد وترشد إخواننا سائقين المركبات أنه الالتزام بالتعليمات المرورية بشكل عام حفاظا على سلامتهم وسلامة إخواننا مستخدمي الطريق. إحنا مقبلين على هذه الزيارة زيارة المليونية. نسبة الحوادث منذ يعني نسب مختلفة الزيارة. نسب مختلفة حقيقة النسبة بالضبط ما موجودة عندي حاليا حتى أبلغكم بها، بس يعني نسب مختلفة متفاوتة. لكن يعني بالنسبة للعام متفاوتة. بالنسبة للعام السابق لا أقل بكثير. يعني إحنا بدينا بخطة مرورية محكمة حقيقة، يعني باشرنا بنصب الكاميرات الذكية والرادارات الذكية، توجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة وتوجيه كذلك من قبل السيد معالي وزير الداخلية، إشراف مباشر من قبل السيد مدير المرور العام، نشرنا كوادر مديرية المرور العامة كل يعني كوادرنا بالطاقة القصوى بالاستنفار التام. نعم. يعني مصدات لرجال المرور على الطرق السريعة للحد من السرعات العالية. نعم. اللي يرتكبها أصحاب المركبات. تدرين إحنا دائما خطة مديرية المرور العام هي سلامة إخواننا المواطنين، شلون يوصلون بسلام إلى مدينة كربلاء وكذلك عودتهم سالمين إلى منازلهم. أستاذ عدنان، إذا سيادة العقيد وضح أنه المرور تقوم بجهود استثنائية للغاية. نعم. نصب رادارات، أجهزة استشعار وغيرها من الأمور اللي ساهم في الحد من حوادث المرور. أنت كخبير في موضوع الطرق والجسور، شلون نشوف هذه الإجراءات؟ أولا تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني العقيد حيدر هو وضح هاي الأمور، بس احنا عندنا احنا نجيها من الجانب الهندسي. يعني حسب الفيلم اللي عرفتوه هو مشات والسيارات يمشون سوا، يعني عندنا هذه كفر. يعني المشات ما يصير يمشي ويا السيارة، ما يصير يمشي بشارع السيارة، ما يصير يمشي بنهر الطريق، لأن السيارة حتى لو يمشي 30 المشات مرات ما منتبه رأسا يطخها، حتى إذا ما يكتله هو ما يعيقه. فيجب أن يكون هناك حاجز للمشات، حاجز يعني حاجز أمان مشات يعني الكتف للمشات والطريق للسيارات. هسه هنا يطلعوا مختلطين، يعني يمشون حتى واحد يعني واحد جنب الآخر. هذه النقطة بالكفر. يعني هذه طبعا لأن هذا يقتل نفسه. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية شو؟ الملاحظة الثانية أنه أقترح أنه مثلا هاي صار لنا 20 سنة خلينا نقول إحنا من يعني لحد الآن طريق خاص بس للمشات أسوي له جنب الطريق المبلط ومسيئ ما تمشي به ولا سيارة، بس مشات يمشون به ما يجون على شارع السيارات. شارع السيارات هو منه يعني المرور قابل واقف كل متر، هم يعني على الأقل كل 5 كيلومترات مفرزة مرور يكون، بس ما يقدر يسيطر على يعني. بس هذه مختصاص، هذه مختصاص المرور يا أستاذ. هو يعني أسوي وسووا العادي. النقطة الأولى لك حق بها. طريق يا حسين. طريق يا حسين لعد شنو؟ مو على مود بس المشات يمشون به بالزيارة. يعني إحنا حتى نأمن المشات وليس خلينا نقول الأسبقية للمشات. ملاحظاتك على دائرة المرور، شنو الملاحظات اللي عليها خلال؟ والله دائرة المرور هي طبعاً ما مخلين أنا مو قدامه. هي مو انتقاد، هو مجرد لا تقويل لا 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 وتثمين. ما مخلين، بس شو يسوي للسائق اللي هسه يمشي بنص المشات؟ شو يسوي له يعني المرور شو يسوي له؟ يقول له لا تمشي، أوقف، ارجع، يقلبون الدنيا عليه. يعني هم حاير بيده يمشي على كيفه، يعني يمشي 30 او 40 ما تتحملها المرور. بس هو المفروض هو يعني النظام يصير هذول المشات. المشات هو المشات ليش ما يتغرم؟ يعني المشات ليش ما يتعاقب؟ بنية تحتية لسير المشات يعني ليش ما يتعاقب اللي يمشي بنص الشارع؟ ليش ما اكو كتف؟ ما اكو طريق خدمي؟ هو هذا اللي يتغرم، هذا تاخذ الشرطة وتسجنه. زين سيادة العقيد صدق، هو ليش كلها توقع براس ليش براس المشات؟ لا مو احنا تعرفون هاي زيارة مليونية، يعني حقيقة بتقارب 25 مليون زائر في وقت واحد. يعني اغلب شوارع اللي تؤدي الى كربلاء تكون مملية على الاخر بالزائرين. يعني هي مو جديدة على بلدنا في هذا الموضوع، هي مو جديدة ومية تلاميهم على العين وعلى الراس. بس احنا السؤال النقطة اللي تفضل بيها قال لك ليش ماكو حاجز السواق بطريق والمشاة بطريق؟ لا احنا في يعني كل ما تتقرب من مدينة كربلاء يكون هناك سايد مخصص فقط لمشي الزوار، والسايد الآخر يكون رايح جاي للمركبات. بس إحنا دائما يكون هناك مثلا ممكن أنه عائلة تعبر من مكان إلى آخر، ممكن أنه يكون أحد المشاة
يتجاوز على نهر الطريق. ممكن بهذا الموضوع. أسألك بغض النظر عن زوار الأربعين يلي هم على العين وعلى الرأس، المواطن هو يعتدي على السائق في بعض الأحيان؟ لو سائق هو يعتدي على المواطن بصراحة، لا شلون يعني بياض بياض عليه. أقول لك يعني شلون، يعني المواطن ما يلتزم بتعليمات هو عدم التزام المواطن. نعم هو عدم التزام أكيد، هو عدم براس من توقع. أكيد هو عدم التزام المواطن بالتعليمات اللي تصدر من القوى الماسكة للأرض بشكل عام وتعليمات مديرية المرور العامة، يؤدي بالتالي إلى حادث منتهي من عند هذا الموضوع. كذلك السائق عدم التزامه بالتعليمات المرورية يؤدي إلى حادث. يعني مثلا السائق يمشي بسرعة عالية جدا، يعني أنت أنا محددك بسرعة 100 كيلومتر بالساعة على الطرق الخارجية، أنت تمشي 160 اليوم عبر السلام، باكر شلون؟ ليش ابو المركبة يعاقب؟ ليش؟ لذلك احنا دائرة مديرية المرور العامة كانت واضحة وصريحة خلال فترة الزيارة. قبل فترة الزيارة باشرنا بحملة توعوية جدا عالية من دوائر مديريتنا، مديرية المرور العامة، قسم العلاقات والإعلام وشعب العلاقات والإعلام. باشرنا بحملة توعية على سائقين المركبات وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التلفاز. ليش ما كملتوا فضلكم؟ كملنا الإجراء، ولهذا اليوم احنا مستمرين بالحملات التوعية. ليش ما كملتوا فضلكم بالحملات التوعوية وقلتوا لهم للزوار يلتزمون بمعايير المشي؟ نعم بعيدا عن المركبات. حتى الزوار يعني وصلنا لهم إلى أنه نوزع لهم بروشورات، حتى قمنا نجمع مجموعات ونحكي وياهم. لكن قلت لك هي ثقافة ووعي من المواطن، أكيد ثقافة ووعي من المواطن أنه هاي كل التعليمات تصب بمصلحته بالدرجة أساسا، مو مصلحة مديرية المرور يعني بهذا الموضوع. لذلك إحنا دائما نشير أنه على سائقي المركبات، على اعتبار أنه سائق المركبة هو اللي عن طريقه يصير الحادث، لازم يكون منتبه إلى أشد الانتباه. والله كنا هم اللي خلينا لازم أنه يكون أنه أنت منتبه أشد الانتباه. هذه حوادث الدهس يعني اقل بكثير من الاعوام السابقه، لكن مثل ما قلت لك احنا هسه حاليا بدينا بخطه مروريه محكمه جدا بالطرق الخارجيه، نصبنا الرادارات، حددنا السرعات، اضافه الى انه مصدات من مفارز مديريه المرور العامه بين مفرزه واخرى، ليس هناك مسافات بعيده. اذا استاذ عدنان هي زياره مليونيه كبيره. نعم. جدا، وبارك الله بالقوات الامنيه وبكل الاجهزه السانده اللي قاعده تمشي هذه الزياره بانسيابيه، فالاخطاء وارده. نعم. عندك ملاحظات على عمل دائره المرور غير الملاحظات اللي تفضلت بها؟ والله انا مثل ما قلت لك، يعني انا احبذ انه تكون طرق خاصه، يعني طرق خاصه ما تمشي به سياره، لو يمشي على العشرة هو يدعم واحد، لأن الناس يعني أكو ناس تتعثر وأكو ناس هو مريض. يعني أنا شخصيا صارت معي، أنا مرة كنت رايح لإسكندرية وهم زيارة، وكان قدامي واحد يعرج بالقوة يمشي ويمشي بنص الشارع يعني قبل المحمودية، وأنا أمشي وراء يعني احتراما إلى ما أدق لهورن يمشي على كيفه، إلى أن وصلت بصفة وفتحت الجامع قلت له أصعد وياي، قال لا مو انا رايح زياره، قلت له ادري انت ما شوف على حالك شلون بدك تمشي، زين امشي هناك على الكتف، يقول لي حصو مو زين عليه، يمشي على التبليغ، حقه هم حقه اذا يعني لازم كله حصو شلون يمشي. وسووا شارع مبلط جنب الشارع الرئيسي وهذا قالوا فقط للمشاهد، بس ما حد يمشي به. اذا مشكله وعي هذا، لا 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 لانه اللي يمشي بالشارع ما حد يقول له انت ممنوع تمشي هنا، يمشي بنص الشارع انت طلعتيها. يعني شفتها حتى تكون منطقي، يعني بنص الشارع يمشي ما حد يقول لي، اذا يقول لا يقول انا رايح زاير، يعني هي المشكله. يا بس لسلامتك انت، سلامتك وسلامه عائلتك وسلامه كل الناس وضمان، وانا محاسب وضمان لك انت، روح امشي على الطريق بالطريق الخدمي. اذا هذا السؤال راح نرجع به سياده العقيد. سياده العقيد ليش ما تفرضون عليهم غرامات للي يخالف السياره؟ يعني انا مثلا افرض على مثلا وانت انت ما شاء الله لا مو هذا موضوع، الموضوع متحدث انت لا لا ما شايل فلوس هذا الحقيقه. هذا موضوع انه افرض على انا عندي في قانوننا، خلي يكون عندكم علم، قانوننا قانون مرور عبور من العبور من مناطق العبور الغير مخصصه، يعني انه انت تعبر من عندي بقانون ماده 26 25 الف دينار على على هذا الموضوع. اذا عبرت من مكان خطا، من مكان خطا مو تمشي لي بنص النهر بس نهر الطريق. بس انا بدي اقول لك انا شلون يعني هذا زائر الى ودائما كبار السن
النساء. اذا كل 25 ناخذ استاذ عدنان هذه مثلا. لا مو 25 هو اللي يطبقون. واذا ارضى اطبق اني ماده قانونيه. لكن هذول العفو العفو هم ما يعبرون، هو يمشي بنص الشارع. هذا هي مخالفه. اي هو هنا اني هنا اني استخدم روح القانون بهيج مواضيع. اللي هي التعاون. اللي هي التعاون طبعا كل قادتنا قادة وزارة الداخلية موصين بهذا الموضوع. زين. انه انت لازم تكون يعني تتحلى بكافة الانسانية بهيج مواضيع. زين. عبد السيد قبل ما يفوتني الوقت، العميد مقداد ميري ذكر بان بعض الصفحات قامت تبالغ اكو حوادث مرورية و16 ماتوا و20 ماتوا لقوهم جوا التاير، لكن هذه صفحات وهميه، شنو الغايه منها؟ طبعا هي هاي همتين. احنا هسه اليوم احنا كذلك نوهنا موقع مديريه المرور العام انه في بعض الاحيان صفحات تنشر، يعني هسه مثلا في صفحه من صفحات نشرت انه اكو حادث. هذا الحادث حتى مو بالعراق، صاير بابو ظبي. لا شنو الغايه منها؟ قبل بال 2019 بابو ظبي ناشرين انه صار حادث وفد منظر مروع على طريق سريع. لا هنا اكو يعني جهات تريد تخرب حقيقة، انه تريد تبث انه اكو يعني حوادث والخطة المرورية مو محكمة. لا لا يعني تستهدفكم؟ اكيد 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 تستهدف كل وزارة الداخلية وكل القوات الامنية، انه من تنشر حوادث ما موجودة في البلد انت شو تريد بهذا الشيء؟ تريد تخوف الناس. تخوف الناس انه يابا الطرق غير مؤمنة. صحيح. لا بالعكس احنا طرقنا مؤمنة والحمد لله وشكر، مسيطرين على شوارعنا وخطة يعني ماشية بالشكل الصحيح. أكو ازدحام هسه إذا أردت تروح لكربلاء المقدسة مثل أعوام السابقة؟ لا 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 إحنا لو أكو انسيابية هالمرة. انسيابية جدا عالية في حركة السير والمرور، وتلاحظون أنتم يعني شاشاتكم بدها تفتر قنواتكم وما عندنا أي مشكلة بأي شارع إن شاء الله. إذا أستاذ عدنان كل مشكلة ماكو، وأكو من يحاول أن يصادر جهود المرور حتى نكون منصفين بهذا. بس لا نتعجب من يصير حادث، لأن إحنا خالطين السيارات والمشات. هذا أنا اللي أعترض عليه. هذا ماكو هيجي لا والله هاي مو بيد حوادث المرور. حوادثهم ما يخالف. أي. يخلون مثلا كل مسافة يعني. صحيح. فد شرطي ثلاثة يا شباب امشوا على الرصيف، ابني امشي على ذاك الطريق، لا تمشي بنص الطريق المبلط، لا تمشي بطريق السيارات. طريق السيارات وشوفوه ابو السياره حتى مو بكيف الحمل محمل اشياء. زين هذا يعني توجيه حضرتك، راح نلقى له الى سياده العقيد، ممكن نشوف التوجيه اللي تفضل به استاذ عدنان. يعني احنا حوادث نعم احنا حوادث الدهس هسه حوادث الدهس قليله جدا بالنسبه للحوادث. من الحوادث اي بالنسبه للحوادث ثلث الحوادث كانت سابقا. لا هسه خلال هذه السنه لا الحمد لله خلال هذه الزياره 23 انا معلي بزياره. إيه؟ انا اخذ احصائيه مال سنه خلال 23 28% بالضبط من الحوادث هي دهس. يا 28 نسبه كبيره بالمية. هاي يعني ثلث وبالعالم ترى بالعالم 21% بالعالم كل العالم يعني مو بس عندنا. إيه؟ يعني هو حوادث دهس بكل العالم موجود. كل العالم يعني ادرك كل العالم لكن في هذا الزياره. لكن في هاي الزياره مو بهاي الزياره. لا مو بهاي الزياره العفو بهاي الزياره هذا اللي شفناه احنا. لا مو نشوف تصوروه انتم، ولو تصورون يمكن يطلع اضبط. يعني هذا اذا طريق البصره لعد شلون طريق هسه احنا نعد تصورون طريق بغداد كربلاء. هو ما يصير المشات يمشي بالمسار مال السياره ما يصير. اي شنو توجيهك لسياده العقيد؟ هو فقط هم اذا ما يقدروا يجبرون انا لازم بهيج حاله شو اسوي؟ يعني اقطع مفارز. اقطع انا إيه؟ اقول لك اقطع أي؟ لازم الطريق. أي؟ زين تقطع المركبات عن الزائر. اقطع الطريق زين بشكل عام، اخلي سايد كامل فقط إيه؟ لمسير هذا يمشونهم، وبنفس الوقت خلي يكون عندك المسات هم يا حيعبر للمشاة على الصفحه الثانيه. لا هذاك هناك يتعاقب هم يعبر. لا هذيك هي من تصير بالملايين. احنا وانت احنا وانت والمشاهدين وكل المتابعين يعرفون المواطن العراقي طريقه انه يريد يوصل بالوقت الاسرع ويريد المكانات الما مزدحمه. هذا مره كبيره وهذا رجل كبير وهذا قطيه صغير. سيادة العقيد لا تنسى زيارة يعني مليونية كبيرة جدا. يا حصير زحامات مليونية بس على مدى 20 احنا سلامة يعني. المواطن اهم شيء والله هي يستوعب كلها. يقول هسه طريق معكوبة قطعوا احد الممرات وخلوا ممر اخر للمشاهد وسووا ساتر بالجزرة الوسطية ما يعبر من هناك ابد. احنا صحيح لا احنا هم دخل يكون عندك علم استاذ. احنا همتين خل يعني اهداء الوضع اضطرني انه انا كرجل مرور او كرجل امن
انه اقطع اللي صار عندي ارباك في حركه السير والمرور اقطع اكيد. لا من صلاحياتكم سياده العقيد صلاحيات موجوده بهذا الموضوع. أيوه. يعني احنا عندنا زين مستقبلا متغيره مستقبلا خلي يسوون بالجزره الوسطيه مانع هذا سلكي مانع سلكي من نال كربلاء هي شو تخلي مانع سلكي بوجه زوار الحسين يا استاذ عدنان هذه حتى مو في الطريقه الحضاريه لا دباعي ما انت ما تعرفين قصدي شنو قصدي لان بالجزره الوسطيه حتى من يقطع ما حد يعبر على السايد الثاني كلهم يظلون بهذا السايد مفتوح لشارع دروح ان شاء الله شكرا جزيلا تامن الامان يعني 100% يا الله الخبير في الطرق والجسور الاستاذ عدنان مظلوم حياك الله شكرا جزيلا سياده العقيد مدير شعبه الاعلام في مديريه المرور العقيد حيدر شاكر شكرا جزيلا حياك الله. اذا قبل نروح وياكم لموجزنا الخبري خلونا نشوف ابرز ما جاء في منصه اكس حول العمليه الاستشهاديه التي نفذتها المقاومه الفلسطينيه ضد الكيان الصهيوني لنتابع. ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين تعلن تجاوز عدد الوافدين للبلاد إلى 2,400,000 زائر. وزير الداخلية يؤكد أن عملية نقل زائري الأربعينية مستمرة من وإلى داخل كربلاء المقدسة ولا توجد أي قطوعات. الموارد المائية تعلن زيادة الإطلاقات في نهري الحسينية وبني حسن في كربلاء المقدسة لإنجاح الزيارة الأربعينية. هيئة السياحة تنفي غلق 150 فندقا في كربلاء المقدسة خلال الزيارة الأربعينية. وزارة الهجرة والمهجرين تعلن إطلاق مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة دمج العراقيين العائدين من مخيم الهول. إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد هذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.